وفي حقيقة لا يمكن إلا أن يعني نتضامن مع عائلة الضحايا ونترحم عليهم، وكذلك نحيي يعني من تدخل من رجال الوقاية المدنية وكذلك السلطات المحلية ورجال الأمن والدرك من أجل يعني أنه البحث عن الجثث ديال هذه فجعة كبيرة جدا بالنسبة للمغاربة، لا يجب تسييسها بأي شكل، ولكن هذه فجعة وتسائلنا يعني عن كيفية يعني الضبط تدخل بسرعة حين تكون بهذه الأمور، يعني أنه يجب أن تكون لنا أنظمة إنذار، وهذا الإنذار يكون موجها للساكنة، والساكنة كذلك يجب أن تتعامل معها بشكل حذر جدا، خصوصا بالنسبة للنقل المزدوج اللي هو فيه يعني مخاطر كبيرة جدا. لا يمكن لنا إلا أن نترحم على الضحايا ونواسي عائلاتهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. شي يقدر الله اللي كنترحم على الأرواح ديال الضحايا، وكنتمنى الله ان السلطات لا المحليه ولا الحكوميه تاخذ الاجراءات اللازمه للتحذير ولليقظه، لان في كل سنه في هذا الوقت هذا ديال الصيف كيكونوا رعدات، كيكونوا يعني اعاصير، خاصه نديروا بحسابها خصوصا في المناطق المهدده اللي فيها انجرف في التربه الى اخره، خاص تكون يعني خلايا ديال اليقظه لتحذير المواطنين واتخاذ الاجراءات اللازمه في الوقت ديالها. للأسف شديد تلقينا حادثات إقليم الحوز، واللي عدد من المواطنات والمواطنين لقوا يعني الموت في هذه الحادثة الأليمة. نتأسف، كنوجه أولا التعازي لعائلات الضحايا، ونتأسف كذلك لأن الحكومة ما تفعلاش مع هذه الفاجعة الأليمة بالسرعة اللازمة والفعالية اللازمة، بحيث أن يعني عمليات التدخل يعني كانت بطيئة جدا، ولم يصدر الى حدود علمنا يعني الى حدود الساعه اي بيان رسمي في موضوع يوضح ملابسات الحادث ويوضح يعني العمليات التي قامت بها الجهات المعنيه. هذا الامر يسائل الحكومه من اجل القيام بالاجراءات اللازمه الاستباقيه في حاله حدوث فاجعات اخرى في المستقبل، كيفيه التدخل السريع لانقاذ ما يمكن انقاذه من المواطنات والمواطنين اللي كيكونوا يعني في حاله حرجه وكيكون مازال هنالك امل في الانقاذ. الحكومه الحاليه مع الاسف دائما ملي كتكون شي مصيبه يعني كتخبي راسها في التراب كما كيقولوا المغاربه، وجلالة الملك دائما هو المنقذ، هو المنفذ في مجموعة ديال الإجراءات باش يدفن باش يواسي. ملي كتكون خاص الحكومة تمشي تحضر، خاص رئيس الحكومة يكون في عين المكان، خاصو ينزلوا يشوفوا المعاناة ديال الناس، ولكن هذه المعاناة ديال المغرب العميق. حنا كنهضروا مازال إلى حد اليوم مجموعة ديال المناطق المغربية النائية تعيش الحرمان والتهميش، تيزين تيشكا مازال تقتل، تيزين الغمت ما بين مكناس ومازال تقتل. بمعنى اخر يجب ان نفكر يعني في المغرب العميق، وخاصه القانون ديال الجبل. نتمنى انه من البرلمان على غير فرنسا يكون عندنا قانون ديال الجبل لدعم مجموعه ديال المواطنين والمواطنات اللي يسكنون الجبال، ما بغاش يتخلوا على الاراضي ديالهم والقبائل ديالهم، وبالتالي انه ما لا تعليم ولا صحه ولا سكه، وبالتالي انه هذا الشيء لا يليق.